مرحبا فيكم ببرنامج سيستم. اليوم رح نحكي عن معلومات جديدة وأخبار سارة حصلنا عليها من معبر جرابلس بعد اتصال مع الإدارة. تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكثر. أجيت اليوم اتصال مع مدير معبر جرابلس الحدودي السيد حسام، واللي أبلغنا إنه رح يكون في معبر جرابلس نوعين من الإجازة. النوع الأول هو إجازة الأعياد الطبيعية والمعروفة بإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى. أما النوع الثاني من الإجازات فرح يكون هي الإجازة اللي تكلم عنها والي غازي عنتاب سابقا في مقابلة حكينا فيها، والإجازتين رح يكونوا من نفس رابط الحجز. أما عن الشروط حاليا المطلوبة للراغبين بقضاء إجازة العيد، فواحد يجب أن يكون من حملة الكملك الأصفر أو الإقامة. 2 أنه يعبي استمارة حجز لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين بقضاء إجازة العيد، والرابط رح يظهر هلأ حاليا على الشاشة. 3 الدخول ينتهي في 29/7/2020، وكان من المفترض أن يبدأ في 24/2 لكن حصلت بعض المشاكل التقنية. 4 تبدأ العودة إلى تركيا في 27/5 وتنتهي في آخر أيام السنة من العام 2020. 5 الأخوات الحوامل عليهم إحضار وثائق تثبت حملهم. 6 مواضيع الوكالة كمان رح أحكي عنها بآخر الحلقة كمان هي مطلوبة. 7 يجب إحضار كرت اللقاح للأطفال. هلأ من المواضيع المهمة اللي حأحكي فيها موضوع الوكالة. مثل ما شفتوا اليوم معبر باب السلامة أول شيء ما ذكروا الوكالة، لكن اجتهم بعدين ملاحظات من الأخوة الأتراك أنه إذا الأم بدها تيجي وما رح يجي الأب لازم يجيبوا وكالة. معبر جرابلس كمان لما سألتهم قالوا لي إذا بيحب الأب ما يعمل وكالة، لازم يجي يوصل زوجته وأولاده على المعبر، أما إذا ما بده يجي فيفضل أنه يعمل وكالة لزوجته أنه ما عنده أي مشكلة بأنه أولاده يروحوا يقضوا إجازة العيد. أما بخصوص الإجازة الثانية اللي حكيت عنها أنا اليوم، أبلغني رئيس المعبر أو مدير المعبر وقال لي أنه الرابط رابط الحجز رح يظهر فيه خيارين لما تضغط عليه، إما إجازة عيد أو الخيار الثاني اللي هو الإجازة اللي تكلم عنها والي غازي عنتاب وحكينا بمقابلة سابقة وكانت كل العالم عم تنتظره. هلأ هذا الكلام اللي نقله مدير المعبر عن الأخوة الأتراك بانتظار انه يحصل اي تغيير في هذا الموضوع. ليش الدخول رح يستمر لكل هالتاريخ هذا اذا شفتوا للشهر السابع بالحلقة؟ لانه بمعبر جرابلس باللحظة اللي بيكون فيها عم يرجعوا الناس من عيد الفطر بيكون في ناس كمان عم يدخلوا فيها وما بيتوقف المعبر. طبعا العطلة يوم السبت والاحد في المعبر حسب ما قال لي رئيس المعبر ومدير المعبر. طبعا أي تفاصيل جديدة أي أشياء جديدة رح تشوفوها ببرنامج سيستم. سلام عليكم.